أحمد عبد الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس، سادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والاحترام إلى كل الذين ساهموا في إعداد هذا المشروع، وخاصة السادة إطارات وزارة المالية، وكذلك الزملاء أعضاء لجنة المالية والميزانية الذين سهروا على إعداد ومناقشة وتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2002. وبعد قراءة لهذا المشروع المتأني والاطلاع البسيط وتصفح المتواضع لبنود ميزانية كل قطاع، أقول بصراحة الإيجابيات فيه كثيرة والسلبيات قليلة. والذي زاد في غبطتي هو الاهتمام الكبير والزيادات المعتبرة لقطاع التجهيز. وعندما تساءلت عن السبب في ذلك كان الجواب هو الانطلاقة السريعة والصادقة والنية الحسنة في ترجمة برنامج الإنعاش الاقتصادي على أرض الواقع، والذي استبشر به المواطنون عبر كافة التراب الوطني، ذلكم البرنامج الذي أعلنه السيد فخامة رئيس الجمهورية في الشهور الفارطة. سيد الرئيس، إن ما جاء به قانون المالية من إجراءات جبائية ومشاريع تنموية لهو كاف في نظري واعتقادي إذا وضعناه وكلفنا بتنفيذه رجال أمناء ومخلصون وحارصون على توزيعه توزيعا عادلا بين كافة مناطق الوطن، مع الحرص كل الحرص على تشديد الرقابة الصارمة على كيفية صرف أموال الشعب فيما ينفع الشعب. وبهذا وحده تتحقق الأهداف المرسومة والنتائج المرجوة منه. سيد الرئيس، اسمحوا لي أن أتطرق إلى بعض الانشغالات والاهتمامات لمواطن الدائرة الانتخابية التي يمثلها، ألا وهي ولاية غردية، وعلى الخصوص منطقة المناعة التي هي في الواقع والحقيقة إذا نظرنا لها من جانب المناخ والطبيعة والتنمية البطيئة والفقر والحرمان والتخلف، فإننا لا نفرق بينها وبين مدن وقرى ولايات الجنوب الكبير، وهي متخلفة بكثير عن عواصم الولايات المذكورة الممثلة للجنوب الكبير، غير أنها لم تستفيد من الامتيازات المعطاة للجنوب الكبير، لا لشيء إلا لكونها تنتمي إلى ولاية غردية التي تعتبر ولاية صناعية ومن أغنى ولايات الجنوب 13 مع ولاية ورقلة. لهذا السبب جعل الإطارات لا تستقر بها وأبناؤها لم تتح لهم الفرص التأهيل والترقية لا على مستوى الولاية ولا على المستوى المركزي. ولهذا رجاء وأمل وطلب وإلحاح سكان منطقة المناعة الشديد أن تسعى الحكومة جاهدة على تعديل المرسوم التشجيعي لاستقرار الإطارات بالجنوب الكبير، وتدرج منطقة المناعة ضمن هذه الولايات المكونة للجنوب الكبير، أو ترقية هذه الدائرة في أسرع وقت ممكن إلى مقر ولاية جديدة تسمى ولاية المناعة. وهذا للأسباب التالية: أولا، لأن ظروف الحياة فيها لا تختلف عن ظروف الحياة بعين صالح أو بتميمون أو بجانت أو برقان، والعوامل الطبيعية واحدة. ثانيا، مساحتها الشاسعة التي تقدر بخمسين ألف كيلومتر مربع، أي ما يقارب مساحة 8 ولايات في الشمال أو أكثر. سيد الرئيس، إن سكان المناعة منذ الاستقلال إلى اليوم كانوا يظنون ولا زالوا يعتقدون أن حكومتهم كالأم الحنون التي تسارع إلى إرضاع وإطعام وتنظيف ابنها قبل أن يقلقها بالبكاء والصراخ والعويل. والآن اسمحوا لي أن أسرد بعض ما يعانيه سكان ولاية غردية على العموم وسكان دائرة المناعة على الخصوص. أولا، في مجال التربية، إن ولاية غردية بصفة عامة لقد قطعت صوتا كبيرا في مجال التربية والتعليم، وهذا بمقارنة الوضعية الحالية بالوضعية التي ورثناها على الاستعمار مباشرة بعد الاستقلال، غير أن الذي تحقق في هذا الميدان غير كاف، وخاصة بالنسبة لمنطقة المناعة التي لا زالت تحتاج الكثير في هذا المجال من حيث نوعية المؤسسات التربوية وتحسين شروط ملائمتها
لاستقبال الأطفال وتقديم أحسن الخدمات وترقية إطارات المنطقة وتكليفهم بتسيير المؤسسات التربوية، بحيث واقع مدارس المناعة الآن هي عبارة على مراكز التكوين يتكون فيها المديرين، وبعد تخرجهم يرجعون إلى مقر سكنهم بشمال الولاية أو ولاية أخرى. ولهذا أقترح على وزارة التربية أن تختار قوائم التأهيل للتكوين على مستوى احتياجات كل دائرة من المناصب الشاغرة، سواء كان ذلك في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي، وكذلك بالنسبة للتفتيش. أيها السادة، أيها السيدات، تصوروا أن بدائرة المناعة في كل سنة دراسية مفتش جديد، وفي أغلب المؤسسات التربوية في جميع الأطوار كل سنة أو سنتين على الأكثر مدير جديد. لهذا لا بد على الوزارة إيجاد حلول استثنائية لهذا المشكل الخاص بهذه الدائرة وبعض الدوائر المماثلة لها. ثانيا، في مجال الشباب والرياضة، إن قطاع الشباب والرياضة بولاية غردية هو الآخر قد قطع أشواطا كبيرة ومشجعة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتطوير الرياضات الجماعية أو الفردية أو على مستوى إنجاز الهياكل بصفة عامة. وأغتنم هذه الفرصة السعيدة لأقدم التهاني الخالصة لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وكذلك اتحاد الطلبة وكل الذين ساهموا من قريب أو من بعيد في نجاح المهرجان الدولي للشباب الذي نظم بالجزائر في شهر جويليا الماضي. غير أن هذا لا يمنعني أن أشير إلى بعض النقائص الموجودة في هذا القطاع، وخاصة بدائرة المناعة، بحيث لا زالت الهياكل المخصصة للشباب بهذه المنطقة تحتاج إلى عناية كبرى من حيث الصيانة والتسيير والتجهيز، لأن من المعروف أن هذه الأخيرة تحت وصاية البلديات، وبما أن ميزانية بلدية المناعة وحس القارة معروفتان بالعز الكبير المسجل فيهما، ولكي يتمكن الشباب من الاستفادة بهذه الهياكل الموجودة وفي انتظار التي هي في طريق الإنجاز، اقترح حلين اثنين. الأول، تخصيص مساعدة على شكل منحة من الوزارة للبلديتين تصرف على صيانة الهياكل وتنشيط الشباب. ثانيا، تعفى البلديات من الوصاية على قطاع الشباب بهياكله بهذه الدائرة، ويصبح مباشرة تحت وصاية الوزارة المعنية. في مجال الصحة، في قطاع الصحة، أن ولاية غردية حققت نتائج لا بأس بها، والفضل يرجع في ذلك إلى وجود القطاع الخاص، حيث تقريبا أغلب الاختصاصيين موجودين، وإذا كان هناك نقص في القطاع العام فإنه مغطى بالقطاع الخاص باستثناء بعض الاختصاصات، أذكر من بينها جراحة العظام وأمراض النساء وجراحة العيون وأمراض القلب. كل العجز أو النقص هذا موجود بالمناعة ومثليلي والقرارة، حيث على سبيل المثال لا الحصر أن دائرة المناعة لا يوجد بها إلا الأطباء العامون أو الجراحة العامة، وباقي الاختصاصات والمرضى فيها يتنقلون إلى مقر الولاية أو الجزائر العاصمة، ويرجع العجز في ذلك إلى ما يلي. أولا، تساوي الأخصائي الذي يعمل بغردية أو مثليلي مع الأخصائي الذي يعمل بالمناعة في الامتيازات المخصصة لإطارات الجنوب الكبير. كما أشير إلى أن المستشفى الوحيد الموجود بدائرة المناعة هو من نوع البناء الجاهز، والذي أنجز في سنة 1984، وهو الآن يفتقد إلى وسائل التبريد هذا ما يقارب من سنة، التي تعتبر هي الأساس في مثل هذا البناء. لهذا يجب على الوزارة من الآن برمجة إنجاز مشروع مستشفى بهذه الدائرة. في قطاع النقل، إن قطاع النقل بولاية غردية يعرف تحسنا ملحوظا خاصة في السنوات الأخيرة، والفضل يرجع في ذلك إلى كون النقل بواسطة الطائرة ممكن من غردية إلى ولايات الجنوب أو إلى بعض ولايات الشمال، أما دائرة المناعة يعتمد سكانها في النقل على الخواص فقط، لأن مطارها الجميل الذي باستطاعته استقبال جميع أنواع الطائرات لا يستفيد إلا من توقف واحد في الأسبوع للطائرة المتوجهة من الجزائر العاصمة إلى طمن راس الذهاب وإياب، بينما في بداية الاستقلال كان السفر ممكن من المناعة في اتجاه بشار تميمون أضرار عين صالح طمن راس ورقلة غردية والجزائر العاصمة ووهران. ولهذا فإن سكان المناعة يقترحون في هذا المجال أن تبرمج توقفات أخرى تكون كالتالي: الجزائر المناعة عين صالح، الجزائر المناعة أضرار، الجزائر المناعة ميمون،
وهران غردايا المنيعة وهران المنيعة ميمون كلها ذهابا وأيابا. في قطاع السكن إن ولاية غردايا لها خصوصيات وعادات وتقاليد تختلف تماما على الكثير من ولايات الوطن، وأن أغلب سكانها يعتمدون على أنفسهم في بناء مساكنهم، لهذا هم يرغبون في منحهم التسهيلات للحصول على قطع أرض ومنحهم الإعانات لبناء السكن الخاص، كما أنهم يطالبون بإلحاح شديد، وخاصة سكان المناعة وزلفانة وحاسي الفحل وحاسي القارة والقرارة، أن لا يفرض عليهم المخطط النموذجي الذي يصلح في مدن الشمال ولا يصلح في مدن الجنوب. وشكرا.